طيب خلينا نروح للكابتن صابر عيد المدير الرياضي لنادي غزل المحله. كابتن صابر يعني مبروك النهارده طبعا على 3 نقاط، اول 3 نقاط في الدوري العام المصري بعد التعادل مع المقاولين العرب في الجوله الاولى. الله يبارك فيك كابتن اسلام، الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كابتن اسلام. طيب كابتن صابر طبعا المباراه، خليني الاول اتكلم عن النواحي الفنيه، لان الحقيقه النهارده المحله انا شفت فريق قوي، فريق واقف على رجله، فريق بيلعب كوره جيده جدا، واضح ان المحله السنه دي عنده اهداف اخرى. والله والله الحمد لله، الحمد لله كابتن اسلام. احنا من ساعه ما تعبنا مع المدرب بتاعنا بابا فازيل والمدرب الاجنبي، الراجل ده شغال شغل الحمد لله، يعني شغال شغل عالي جدا. الراجل نعم. بقاله بالظبط معانا 5 اسابيع، كل اسلوب لعب يعني بيحفظ اللعيبه بصراحه، بيشتغل على الاستحواذ الحمد لله يعني، والولاد مستجيبين معاه جدا، لان هو شخصيه يعني شخصيه جميله جدا، شخصيه ديمقراطيه في شغله، الجهاز الفني اللي معاه يعني. تسمح لي اقول لك حاجه يا كابتن؟ انا بس طبعا لسه بدري على الكلام ده، ولكن انا شخصيا وكان معايا برضو عدد كبير من المحللين، كنا دايما بنتكلم ان المحله تحتاج الى مدرب مصري او مدرب فاهم المحله او من المحله، يعني حد فاهم المحله والطبيعه الخاصه للمحله. لا بالحقيقه المباراه الاولى، انا من الناس اللي بتحب نادي غزل المحله وبتقعد تتفرج على هذه المباراة، على أي مباراة يعني بيلعبها المحلة، لو أنا فاضي بقعد أتفرج على المباراة، وبالتالي لا أنا شفت المباراة الأولى، مباراة يعني في بداية الدوري جيدة اللي هي مع المقاولين، المباراة الثانية النهاردة لا مع الإسماعيلي، لا المحلة واقف على رجله بيلعب من ناحية اليمين، يعني في بعض طبعا الحاجات الفنية بعدين نبقى نتكلم فيها، ولكن أقصد بشكل عام لا الشكل بالعام جيد في أول جولتين. لا الحمد لله والله كابتن اسلام، هو الراجل يعني الراجل بيحب عمله قوي، الراجل بقاله بالظبط النهارده يعتبر 5 اسبوع معانا. نعم. احنا يعني احنا متاخرين شويه عن الناس، بس الحمد لله رب العالمين ان الاولاد استوعبوا الفكر بتاعه. نعم. بداوا يشتغلوا على موضوع، انت عارف كابتن اسلام احنا كان السنين اللي فاتت من الفرق كتير قوي اللي احنا كان عندنا فيه فرص كتير جدا، ما كانش نسبه الاستحواذ عندنا كانت ضعيفه جدا. الحمد لله الاولاد بدا الفكر يعني يمشي مع اسلوب المدرب، الحمد لله يعني واضح من طريقه اللعب واسلوب اللعب بقى لنا شكل تاني، يعني لنا شكل احسن الحمد لله. طيب مباراه مهمه بتلعب الاسماعيلي، يظل دائما النادي الاسماعيلي مهما كانت حالته مهما كانت ظروفه هو الضلع الثالث في كره القدم المصريه، مباراه ان انت تفوز على النادي الاسماعيلي 2-0 كان ممكن يبقوا على الاقل 3، على الاقل 3، هتكلم في هذه النقطة بعدين، ولكن 3 نقاط مهمة جدا يا كابتن صابر. طبعا كابتن احنا طبعا الاسماعيلي من الفرق الكبيرة، احنا بنحترم الاسماعيلي طول عمرنا، الماتشات المحلة والاسماعيلي ماتشات عالية جدا الحمد لله، يعني النهارده ال3 بونت دولت بالنسبة لنا كانوا يعني عامل مهم جدا بالنسبة لنا. ايوه. ويعني كمان يا كابتن اسلام احنا كان عندنا حصل لنا ظرف يعني غير طبيعي قبل الماتش بحوالي بساعات كده، عندنا خير 3 لعيبة كان عندهم نزل برد شديده جدا، عبده يحيى طلع طبعا يعني طلع بره الاسبور، محمد جابر انا قلت يمكن فنيا، لا لا خالص خالص كانت موضوع كان كله يعني نزلات برد، والحمد لله يعني رغم كل ده كابتن اسلام اللعيبه اللي نزلت ما تحسش بصراحه هايلين هايلين يا كابتن صابر. فالحمد لله يعني الاولاد كلهم استوعبوا فكر الراجل، ده يساعدنا كتير يعني. انا شخصيا اتمنى ان احنا نشوف المحله بهذا المستوى، لانه مستوى على طول يعني يا رب. مش النهارده والجوله الثانيه والجوله الاولى كانوا معقوله وبتاع، لكن الجوله الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه عايزين المحله دايما، الانديه الجماهيريه دي دايما بتبقى عزيزه على قلوبنا جميعا، مهما حصل ومهما اتقال ومهما نزلوا درجه ثانيه ولا نزلوا ايه، دايما نسال على المحله، نسال على الاولمبي، نسال على المنصوره، نسال على الانديه الكبيره دي، دايما بيبقى ليها لينا جوه قلوبنا حب كبير جدا، فنتمنى استمرار المستوى بهذا الشكل يا كابتن. ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله كابتن اسلام، ده ان شاء الله هيحصل الفتره اللي جايه. نعم. يعني انت عارف الامكانيات دلوقتي كابتن اسلام معلش زي الاول، الامكانيات انت عارف، ورغم كده الحمد لله رب العالمين امكانياتنا دي قدرنا يعني نتعاقد مع حوالي 9 صفقات الحمد لله، يعني كلهم بالنسبه لنا مهمين جدا. نعم. طيب. يعني مش شرط ان انا اجيب لعيبه باسعار عاليه، لا احنا جايبين لعيبه بالاسعار اللي هي تناسبنا تتناسب مع المحل، وفي نفس الوقت تخدم الفرقه. كان معايا كابتن عادل طعيمه من يومين
هنا في البرنامج وقال لي العيب ده بتاع المحله عنده لعيبه كتيره جدا، تقدر لو عين كويسه وتشوف تقدر تجيب لعيبه كتيره من الجزء بتاع المحله واللي حواليها يعني. طبعا انا اشتغلت مع الكابتن عادل طبعا، مظبوط. يعني الكابتن عادل الناس المحترمه جدا. كابتن احنا النهارده يعني ماتش المقاولين كان معانا لعيب 2006 موجود معانا في السكور. اوكي. النهارده يعني كان موجود معانا لعيب 2006 مواليد 2006. ايوه يا كابتن. هو في منتخب مصر 2006، النهارده كان معانا لعيب 2004 في السكور. نعم. من ولاد النادي يعني الحمد لله رب العالمين. فديت يعني معظم اللعيبه اللي متواجدين دلوقتي بقوا نسبة كبيرة من اولاد النادي يعني. أيوة. هم الشباب وكده. فاحنا ماشيين يعني خط كده متوازي ان شاء الله يا رب العالمين، ان احنا يبقى هنا وهنا يعني ان شاء الله. طيب كابتن صابر، واحنا قاعدين بنتفرج على المباراة انا شفت كورة من الثلاثة الاهداف اللي دخلوا، واحدة منهم على الاقل من وجهة نظري هدف صحيح 100%. رأي حضرتك؟ أيوة. والله كابتن اسلام انا اقول لحضرتك حاجة، يعني انا بصراحة بنفوجئ بحاجات بتحصل في عندنا في ملعبنا او بره. يعني احنا في ماتش المقاولين يا كابتن اسلام احنا جبنا جول، انا رايي ان هو تحت مليون في الميه. ايوه. ورغم كده ما اتحسبش. احنا النهارده في كره اجويرو اللي هي هي دي محمد فوزي هو اللي رايح، هو اللي رايح فوزي يعني الراجل ما عملش فيه اي حاجه، اتحسبت علينا فاول. الكوره برضو اللي اتشاطت اللي هو السيد شبراوي شاطها. لا كابتن، الكره اللي هي اللي فيها اللي خبطت في لعيب الاسماعيلي ودخل الجون اللي هي اتحسبت اوف سايد. ايوه. انا شايف ان دي مش اوف سايد لانه لم يتدخل، مش اجويرو لم يتدخل. لم يتدخل في الكوره. الثانيه اللي لمسه يد دي ماشي يعني، لا دي ممكن نتكلم فيها او لكن ماشي تمشي لمسه يد. لكن الجون ده انا بقول لحضرتك وجهه نظري كلاعب كوره يعني، انا مش خبير ولا حاجه، وهنجيب دلوقتي كابتن ناصر عباس نساله في هذا الامر. لكن ان هي خبطت في لاعب من الاسماعيلي وبعدين غيرت اتجاهها وبعدين الراجل واقف ماشي في حته بعيده خالص، مش بعيده 2 3 ياردة، ما خدش عين الجون، فبالتالي انا شايفها جون. ما اعرفش والله. والله كابتن اسلام كل انا طبعا يعني لغايه دلوقتي ما شفتهاش، بس كل الناس كلمتني قالت لي الكوره دي جول، الكوره الاولانيه دي يعني اقول لحضرتك يعني المفروض يعني البار شويه يبقى يعني احنا جون الاسماعيلي يا كابتن اسلام لو ممكن يبقى فيه سنه اوف سايد. لا لا لا، جون الاسماعيلي هدف. لا انا اتفرجنا عليه. اتفرجت عليه برضه، بس انا تابعت المباراه. انما خلاص يعني انا يعني واثق في كلام حضرتك يعني. لا هدف الاسماعيلي جون 100% لانه جاي من ورا، هي تبان ان هي اوف سايد. شبيه بجون الاتحاد النهارده لو شفت يعني شفت جون الاتحاد. جون الاتحاد برضه يخم شويه لكن بتاع ابراهيم حسن. ابراهيم حسن. فهي شبيهه ليها يا كابتن، لكن هي الحقيقه انا برضه دي شايفها جون للاسماعيلي 100%. طب هل هيتم تقديم اي شيء يخص التحكيم خلال الفتره اللي جايه كابتن ولا؟ والله احنا طبعا احنا يعني كل حاجه الفيديوهات دي هنبعتها ان شاء الله باذن الله برضه، لان لازم نبعت شكوى لان احنا عاوزين ناخد حقنا. طبعا كلمنا كابتن اسلام ان دي في الاخر لا قدر الله ممكن فرقه بتنزل فرقه بتطلع على حاجه زي دي يعني. طبعا يعني احنا بس مش عاوزين ناخد اكتر من حقنا بس. تمام كابتن صابر، انا بشكرك جدا جدا، الف الف مبروك طبعا، 4 نقاط في اول جولتين، والنهارده اداء عالي جدا امام احد اهم الفرق في مصر النادي الاسماعيلي، فبشكرك جدا يا كابتن صابر، والف مبروك كابتن صابر عيد المدير الرياضي لنادي غزل المحله.